برك اون غريب نورمال ما عندوش فيروس كورونا، مع اللي عنده الفيروس، مع اللي جا مع السيد، مع اللي جاي يسقسي واش هذا، نحيتو له دي بيستاج، ديتوه الباستور. كاين ناس تجي تسقسي برك ويجوا في غاشي، وهذه ممكن هي اللي تخرج او تقدر تعدي ناس واحد اخرين اللي ربما ما كانوش مرض. انا والله نقول لك حاجه، احنا في هذا الباب هذا نكونوا صراحه ولا غير جهاله، احنا زعنا جهاله. واحد اللي يقول لك ما كاش منه هذا الفيروس، او يشوف العالم بلاد طاليان قاعد تغلقت، لاشين تغلقت، الدنيا قاعد لاوروبا راهي تغلقت، يقول لك ما كاش. هذا الجهل هذا يا ناس، ما تنكوراجيوش الجهل تاعكم، الجهل انتوما ولا خداك انت يا روح ما ولا مت انت، والله يسهل عليك فهمني. ايه ماشي بالجهل تاعو يهلك امه، تعرف علاش؟ خاطرش حنا دوك نصارحوا بكل صراحه، نقولوا شوف ليطالي لا فرونس افيك لي موايان اللي عندهم، عجب اسبانيا راهم يسوفر. حنايا لي زاباري ريسبيراتور باسكو هادي تساجي تاع تنفس ما كاش، ما عندناش كالكو لي زوبيتو اللي عندنا، مونا با لي موايان نقابلو، ما عندناش يفو ريكونيت باك. وتقولوا حنا الجزائر كيما نسمعهم يقولوا حنا رانا ضعاف في هذا الباب هذا، الور الضعف تاعنا نسمعوا واش يقولوا لي سيونتيفيك ونديروا واش راهم يقولوا لنا باش نسيو نسوفيو الحاله. كل هذه واحد راه في راه في الميدان تاعو، هذا ما راهوش مجنون ويقول لك يا جماعه الناس هي تاخذ، ماهيش تاخذ بمأخذ الجن واش راهو يحدث. ما لازمش سي فري كو انا راني ضد التهويل، ما لازمش يفو با دراماتيزي لي شوز، مي ثاني يفو با نرجعوها والو. ومن بعد كي يطيح الفاس في الراس، منذ اسبوعين فقط ايطاليا كانوا نفس العدد اللي راهو الان في الجزائر. شاهدوا الان ايطاليا وين راهي، عندها اسبوعين مقبل كاع ايطاليا، وايطاليا كما قال علي بن شيخ بالامكانيات اللي عندها. ما عندناش في الامكانيات تاع ايطاليا ولا تاع فرنسا ولا تاع اسبانيا، ما لازمش ناخذوها بماخذ لعبه. دقيقه نولي لك.